أسعد الله أوقاتكم كل خير حبايبنا، شو كيفكم، شو أخباركم؟ نحكي عن موضوع البرازة، موضوع الخط الأبيض اللي بيطلع بعد الخبيز، أو إنه ليش بترطب بعد يوم أو يومين. برازة لازم ما ترطب لأنه نسبة السكر فيها عالية، اللي بيخليها ترطب موضوع الخبيز. إذا والسماكة، يعني هلأ إذا بتشوفوا هاي ما فيها سماكة، ما في سماكة أبدا، حاملة سمسم وما فيها سماكة. إذا أنا سمكت البرازة وخبزتها فترة قليلة، شو بصير في عندي؟ بصير عندي جوا خط أبيض، هذا هي مو مخبوزة لسه، يعني ما فيها سماكة أبدا. فإذا كانت سميكة البرازة وما أخذت حقها بالخبيز، بيطلع فيها خط أبيض من جوا، ممكن تعظم ممكن ترطب حسب نوع الطحين اللي اشتغلتوا فيه. انتبهوا، ممكن الشغلتين تصير، مو ضروري ترطب، بترطب من الوش وبتعظم من جوا، لأنه في عجين هذا أخذ بس هيك نص استوى. خلينا نقول هاي الشغلة مهمة جدا. البرازة بدي من طرق أني أفحصها أنا وعم بخبزها، بكسر قرص. أول شيء بشوف القرص هيك من تحت، مثلا شوفوا هيك من تحت استوى ولا لا. شفنا استوى، ما بيكفي انه اخذ لون بس، بدي اكسر قرص وشوف بقلبه في خط ابيض. اذا في خط ابيض لا، بدي استنى عليه شوي تانية لحتى الخط الابيض هذا ياخذ استوى، ما يكون في خط جوا. هذا بيعطي تعظيمه او بيعطي رطوبه لوش القرص، وحتى بصير القرص البرازق فيه بهتان. يعني احنا ليش بنقول مثلا رش سكر خشن على السمسم؟ نحن عم نتبل السمسم، اخر شيء بنحط معلقه سكر خشن، بيعطي لمعه هيك مثل الالماس بصير على الوش. احنا هون عم نخبز على فرن دوار، طبعا فرن كبير، فرن دوار بشوف هيك 18 صينيه، درجه الحراره هون 180 187، وحسب كل فرن وحرارته وحصره. تمام، موضوع تتبيله السمسم كمان بيأثر كتير على لون وشكل السمسم. إذا تبلناه بسمسم أبيض، هذا بسمسم أبيض، إذا اشتغلنا بسمسم أبيض ما حيلحق يستوي بالفترة اللي أنا عم بخبز فيها. فبدي أخذ سمسم محمص وتتبيلته بده يكون بقطر تقيل، مو قطر خفيف. تتبيلة بده تكون القطر تقيل. وراجعوا كمان، برجع بقلكم راجعوا الفيديو اللي نزلناه نحن عن البرازة. بعد ما تبله مظبوط بضل افرك 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 بالقطر الثقيل لحتى يطلع عندي ريحه السمسم، يعني يطلع ريحه السمسم تطلع. بس طلعت ريحه السمسم يعني اخذت اللمعه تبع السمسم، يعني انفرك مظبوط، هذا ما عاد يتشتش معي. اخر شيء بخه بخه مي خفيفه ليفك، نحن بنقول بنفك السمسم، بنمده بالصينيه وبنجربه بايدنا، بنضغط هيك بايدنا على السمسم. إذا حملت سمسم هذا الإيد هي نفس القرص، يعني كأني عم جرب القرص. هون ميزانك، إذا لقينا أنه عم تحمل الإيد لما أضغط على السمسم شوي قليل، معناتها هذا السمسم قطره خفيف، لازم يكون قطر تقيل. وكل ما قمت 10 حبات 15 حبة بقلب السمسم مرة ثانية وبرجع بعمل له ضغطة صغيرة مشان ما يلبس. وكمان شغلة ثانية، بعد ما السمسم نشتغل فيه فترة بيقوم بينشف، برد مرة تانية، بيشرب المي اللي بخيناها، بالرد بنعطيه بخة تانية. اخواني والله العظيم تفاصيل صغيرة بس بتعمل فرق، يعني هي تفاصيل صغيرة اللي عم نحكيها، بس هي الشعرة اللي بتفرق بين الشغلة الظريفة والشغلة المظريفة. فحبينا نشارككم فيها، ان شاء الله يكون فيديو مفيد لكم. واي ملاحظة او اي استفسار عن موضوع النواشف، هلا احنا حنخص فيديو فيديو او صنف صنف، يعني برازة قريبة معمول نحكي فيهم، مع انه حكينا فيها كثير بس بذكر انها ذكرى تبع. اي ملاحظة عنكم او اي سؤال عنكم ممكن تكتبوه بالتعليقات، واكتبوا لنا كمان بالتعليقات شو بتحبوا يكون الفيديو الثاني عن ملاحظة على اي صنف. يعطيكم الف عافية. هاي حبايبنا البرازة بعد ما استويت، نشوف شكلها كيف هيك. بدي اكسر الحبة، اسمع لطقة، وشايفين من جوا كله لون واحد. هاي نعمل هيك، لازم تقرش. اما اذا ما اخذ استوى مظبوط، وهي مشغولة بسمسم احمر يعني مو سمسم ابيض، موضوع السمسم ابيض البرازق انا بشوفه غلط، ما حيلحق يستوي السمسم مع استوى البرازق. شايفين القرص من احلام؟ ها؟ من جوا مستوي،
لازم ما يطلع عندي قلت انا خط ابيض جوا عجين او يكون في سمكات. انا بنتبه انه كثير من الاخوات بيبعثوا لي صور برازه بتكون فيها سماكه بصراحه، يعني بيكون فيها سماكه وهي السماكه غلط للبرازه، ما مو انه حتنزع بالمره البرازه بس ما باخذ النتيجه الجيده جدا المطلوبه. شايفين هيك عم نقلب البرازه لحتى نضمن انه كل البرازة اخذت لون واحد وتنشيف واحد، ما يطلع عندي الوان. بالنسبة لفرن البيت بشتغل على حرارة 170، اول شيء بشغل من تحت، بس ياخذ السفل من تحت حياخذ شوي من فوق، بتأكد انه انا استويت مضبوط معي من تحت، بشغل من فوق على الخفيف مشان تاخذ هيك تنشيف ولون. هذا فرن البيت، وحتى لو بيشتغل من فوق ومن تحت بشغل من فوق ومن تحت عليه. اذا ما بيشتغل من فوق، يعني اذا اجباري بيشتغل قصدي من فوق ومن تحت عندي الفرن، بشغل من فوق ومن تحت. اذا فيني اتحكم فيه انه يشتغل من تحت لحال ومن فوق لحال، يعني اوقات مثل عندي انا بالسعوديه كان فران تشتغل بس مع بعض، يعني الفرن عندي بيشتغل مع بعض، وعندي غاز بيشتغل من فوق لحال ومن تحت لحال. عموما اذا هيك الموضوع مثل ما قلت، بنشتغل اول شيء من تحت، بنشغل بتاخذ سفل، يعني سفل القرص بيستوي، كعب القرص بيستوي، بنطفي النار من تحت وبنشغل من فوق على الخفيف. ما بدي من فوق، ما في شيء حامي، لان من تحت حاميته الصينيه. من فوق بنشغل عليه على الخفيف وبنستنى لحتى ينشف مظبوط وبنسحبه بعدين لنكون نحن راضين عن اللون. هاي ابو محمد كمان عم يشتغل برازة اليوم. صح ابو محمد وراي على طول، مو منتبه يشتغل برازة. فأنا كنت بدي استغل الفرصة انه موجود برازق ونشرح عنه شو مشاكله وشو قصصه. بونجورك ابو محمد. صباح الورد. كيفك؟ الله يسلمك. الله يعطيك العافية. اليوم عم بحكي لهم عن البرازق، عم شفتك عم تقيم برازق، قلت لهم هي ابو محمد يتشكر، 300 مشترك اجوا على القناة جديد، وان شاء الله قريبا بيعاود نشاطه. ان شاء الله. بشغلة القناة. شو عنا ملاحظات عم محمد نحكيها للجماعة بالنسبة للبرازق؟ هلا أنا بيجيني ملاحظات، أنا أحياناً بيجيني ناس يعني عم تشتغل، فبشوف موضوع يعني هنا بيكونوا راضين عنه بس أنا ماني راضي عنه. ليش؟ مثلاً قرص سميك بتلاقي بقلبه خط أبيض، بيقول لك مثلاً البرازق طلعت معي قاسية أو طلع موش مرطب وفيها قرشة. هاد انا عم بحكي عن موضوع السماكه القرص، كنت البرازق حساسه بخبيزه وبسماكتها. شايفين لما كنت عم بحكي على السماكه لازم يكون رقيق، يعني دوبه نصه في سمسم ونصه عجين، هيك لازم يكون. اذا كان في سماكه بالفرن راح يطلع خط ابيض، هي راح يطلع معجنه وراح يطلع فيه تعضينه. اما هذا كل ما كان رقيق كل ما كان القرص فيه هشاشه، يعني مقرمش بدل ما يكون يابس، يعني مو عم يقرش قرش تعضين، يعني القرشة تبعه قرمشة بنقول نحن. تمام. والتدويرة طبعا هي بتجي مع الممارسة، هاي مع الممارسة او بتجيب لكم بيكر قصوا عليه بالعكس سحبة هيك وسحبة هيك منها هيك كبسة مفتلها كبسة بالعكس تطلع مدورة. طيب كنت عم بحكي على شغلة تانية كمان، موضوع تتبيل السمسم. الناس اللي بتتبل السمسم بقطر طري وتلاقي القرص اقرع، يعني مو مغطى. هلا شايفين القرص هذا شايل السمسم على الاخير، مليان سمسم، بينما قراص بتلاقي وحتى السمسم لازم يكون منتور هيك، ما هيك معلمي؟ يعني ما يكون كبس مرصوص، بس يكون القرص طلع عندي السمسم عليه مرصوص راس، معناتها هذا متبل بايش حجي برايك؟ هلا التتبيله كثير سهله، هي على موضوع سهله قصدي، بس هذا هو يرحم ابوك قطره ثقيل، القطر عم يتبلوه بقطر خفيف. أيه. قطره ثقيل، قطره ثقيل وبخت مي، يعني هالسمسمات هذول بدهم بخت مي الاول، معلقه مي مثلا، معلقتين مي هيك تفرطه، بعد ما يتبلوا بالسمنه رشه سكر، رشه سكر، وبده دعك، بده يندعك 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 لحتى يطلع ريحته، يطلع له ريحه، يطلع ريحه الطحينه اللي فيه، وبصير يطلع هذا القرص. شوف لاحظ عليه فيه لمعه، نعم شايف السمسم فيه لمعة لأنه مدعوك منيح. نعم. عرفت كيف؟ هذا بيطلع على شو اسمه، يعني فيه، لأنه القطر بيعمل على الفرن بيعمل طبقة كراميل، يعني بيكرمل. والعجينة فيها سكر بتكرمل بتطلع مقرمشة، فبتطلع يعني متفقة مع جنبين، جنب من هون مقرمش وجنب من هون مقرمش، بتطلع قرص القرشة تبعه ظابطة يعني.
يعني قرص ملوكي بيطلع اخر شيء. نعم. بيض الله وجهك والله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا معلم. الله يعافيك. حنجيب كم قرص مستويين ونرجيكم اياهم، ارجيناكم الفرن شلون عم ينخبز وتشوفوا شلون القرص. في نقطة، السمسم كل ما يتقل أحيانا بصير يغب سمسم كثير، يعني بصير لما نكبس الهي بصير يغب سمسم كثير. كل ما تقل السمسم بنرجع نحط له بخة مي ونقلبه برجع بخف. أي ملاحظة ثانية، أي شغلة ثانية معلم؟ تشكر لان، تشكر ادريم، الله يقاسي عافيات اولسون. واكيد لا تنسوا الاشتراك بقناة ابو محمد والضغط على زر الجرس والدعم ونشر القناة، وان شاء الله ورا لحتى يرجع ينزل فيديوهات من اول وجديد باستمرار. فيديوهات بس الاستمرارية ما في يعني المشكلة، بس امن على القناة انه يعني ثبتت، في عندي مشكلة عم تطلع عم عاني منها، كل ما عم ثبت العنوان مع انه اجاني الرقم من الجوجل هذا تبع تثبيت العنوان، حطينا العنوان كذا عم يطلع لي خطا غير مقصود، ما بعرف هو لاني يمكن لانه انا كنت فاتح الحساب بالكويت رجعنا انتقلنا على تركيا، يعني بين الكويت انفتح الحساب بالكويت رجعنا على تركيا، هل هذا القصد؟ ايوه تسلم. ايه فما بعرف هي يمكن مشان هي القصه شلون بدها تتعدل ما بعرف، المشكله انا تقنيات اليوتيوب او النت يوتيوب هذول انا ما كثير يعني. انا زلمه دكتوراه بالتقنيات طبيب جراح اما بالتقنيات الالكترونيه ما كثير يعني. الله يعطيك العافيه، ان شاء الله بتنحل. في شب كان كاتب لنا اذا ابو محمد بتواصل معي، ان شاء الله بنخلي ابو محمد يتواصل معه اليوم بتنحل المشكله وبنرجع نتحفكم بالفيديوهات باذن الله، ودمتم بالف خير. شيء اكيد لا تنسونا من دعائكم والدعاء لست الوالده والوالد وكل مريض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.